أهلا بكم من جديد. بداية، ستنطلق بعد لحظات من الآن بإقامة دولجنا الميثاق شغل اجتماع الثلاثية، والذي يجمع المركزية النقابية وأرباب العمل والحكومة على طاولة واحدة. الاجتماع سيكون محطة لعرض ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير شهر فبراير الماضي. ومن أهم الملفات المطروحة على هذا الاجتماع تشجيع الانتاج الوطني من خلال إعادة بعض القروض الاستهلاكية وإلغاء المدى 87 مكرر إلى جانب قانون العمل. وتتواجد معنا عبر الهاتف مفادتنا إلى جنان الميثاق نسيمة الوفي. صباح الخير نسيمة. صباح الخير لميس، صباح الخير للمشاهدين. نعم نعم لميس، نعم لميس، هل نعم دعينا في أجندة الاجتماع وطبيعة الحضور هناك. نعم لميس، اجتماع اليوم كما سبق وأن ذكرتي هو عبارة عن اجتماع تقييمي، يكون فيه تقييم كل القرارات التي تمخضت عن اجتماع الثلاثية المنعقد شهر فبراير المنصرم، حيث سيتم التطرق إلى عودة القروض الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، وكذلك سيتم اليوم الفصل في إلغاء أو تعديل المادة 87 مقرر من قانون العمل، والتي ستساهم في رفع من أجور العمال. كما يجدر الذكر لميس أن اجتماع اليوم الذي يضم الحكومة نقابة وأرباب عمل والاجتماع 17، والملاحظ أيضا أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من تقديم استقالة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حميني، والذي سيعوضه أحمد سيباوي المدير بالنيابة. وعن نعم الحضور لميس، يوجد معنا هنا في إقامة الميثاق وزير الصناعة، وكذا وزير العمل، وزير المالية، ورئيس ووزير الوزارة أيضا، وكذلك يوجد معنا هنا نعم حبيب يوسفي رئيس كونفدرالية أرباب العمل، وأيضا يوجد هنايا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين نعم سيدي السعيد. نعم هذا هو مجمل نسيمة، الحضور الآن في انتظار أن يصل الباقي لميس. أكيد ستوافينا بمزيد من التفاصيل في قادم مواجهنا الإخبارية وبعد لحظات في الاتصالات المباشرة. نسيمة الوفي، كنت معنا مباشرة من إقامة الدولة لجنة الميثاق، شكرا جزيلا لك.